الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء أطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا رب محمد، احشرنا تحت لواء محمد، وارزقنا الفردوس الأعلى ومرافقة محمد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبعبادك لطيف خبير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. على نية القبول والتوفيق الفاتحة.